ابو ياسر، سلام. شو الاخبار؟ الحمد لله. شو هذا اللي في ايدك يا زلمه؟ والله زي ما انت شايف صارت قلب في السلاح بيننا. مالك ابو ياسر يا زلمه؟ كارنا هذا يا عمي، الشغله المراجل مش بالسلاح. يلا يرضى عليك. بس انو قال لك يا زلمه؟ يلا غاده شويه يا زلمه. لا يا زلمه شو مالك؟ الله يرضى عليك. والله ما بيسوي الشغله، ما بحب. والله ما تخاف يا زلمه، والله ما بخوف. لا لا لا، ارفع ايديك. لا لا، ارفع ايديك. ارفع ايديك ابو ياسر. جلال ارفع ايديك. ارفع ايديك. ارفع ايديك. ارفع ايديك. ارفع ايديك. قتلتني يا جلال. لا لا، قتلتني يا جلال. ابو ياسر، ابو ياسر، ابو ياسر، ابو ياسر، والله بمزح معك ابو ياسر، ابو ياسر، والله بمزح معك ابو ياسر. ابو ياسر شو صار فيك ابو ياسر؟ يا ابو ياسر والله بمزح معك ابو ياسر، ابو ياسر، ابو ياسر، قوم والله بمزح معك، قوم يا ابو ياسر، ابو ياسر، قوم يا ابو ياسر، والله بمزح معك. خير؟ شوفي، والله بمزح معك. شوفي، والله بمزح معك ابو يحيى. شوف، والله بمزح معه، والله هو بالقصد، والله بمزح معه، والله والله كنت بمزح معه. تمزح معه؟ تمزح معه؟ في ايش بتمزح معه؟ في ايش بتمزح معه؟ مزحت معه في السلاح، مزحت معه في السلاح. مزحت معه في السلاح. الله يسامحك، بس حدا بمزح مع صاحبه واخوه بالسلاح؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا زلمة انت ما سمعتش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال: لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار. ولا ما سمعتش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال: من اشار الى اخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش هيك؟ والله ما ناصي، والله ما ناصي. ليش؟ والله ما بسمع. نصيحة، نصيحة يا جماعة الخير، اوعوا حدا يمزح مع اخوه لو بحديده. هيك الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا. انا بتعرفش الشيطان يمكن ينتهز هذه فرصه يدخل بينك وبين اخوك ويضغط على الزناد، وانت الله يكون بعونك. كونوا حذرين يا جماعه، كونوا حذرين. ارفع ايديك، ارفع ايديك. قتلتني يا جلال.